مين جاهز يدخل معايا التحدي؟ تحدي النهاردة العملات اللي معايا دي هيكون كل واحد بالحظ ياخد ورقة منهم، كل ورقة بعشرة، وكل واحد مطلوب منه ان هو يعيش بالعملة دي طول اليوم. حتى يونس؟ حتى يونس طبعا. ان شاء الله. طب وايه الجايزه؟ الجايزه هتكون 5000 دولار. 5000 دولار ان شاء الله يا ربنا نكسب. اول حاجه هنسيب الجايزه كده على جنب. بصوا احنا معانا عملات ايه؟ معانا ال10 جنيه المصري، ومعانا ال10 دولار، ومعانا ال10 درهم، ومعانا ال10 دينار الكويتي، ومعانا ال10 جنيه استرليني، ومعانا ال10 ريال سعودي، ومعانا ال10 يورو. كده ايه؟ 7 عملات على قدنا. انا منوره على الثاني يا رب. لا، هيكون السحب ده بالحظ. كل ورقه من دول هنحطهم جوه ظرف من ده، وهنيجي نسحب، كل واحد ياخد ظرف من غير ما يعرف ايه اللي جواه، ونشوف كل واحد يطلع له انهي عمله. خلاص موافقين؟ ايه رايكم؟ انا عن نفسي موافقه. انا عن نفسي متحمسه جدا. قبل ما نبدا التحدي ده، لو التحدي ده عجبكم وصلوا له 200000 لايك، عشان في فيديو جاي ان شاء الله يعجبكم قوي. الفيديو الجاي هيبقى ضرب نار ودمار، وابتدينا ورجعنا تاني للفيديوهات القويه اللي انتوا بتحبوها زي ما انتوا بتطلبوها. يلا بينا نبدا التحدي. لا، قبل ما نبدا التحدي تاني برضه طبعاً الخطوات، عشان لو في حد فينا غشاش، عشان كله لازم يلتزم بالتحدي ويصرف الفلوس اللي هتطلع له بالظبط. يلا يا ندى، حطي كل عمله جوه ظرف. ماشي. ايوه، ادي ال10 جنيه استرليني، وادي ال10 يورو، وادي ال10 دينار كويتي، وادي ال10 درهم اماراتي، وادي ال10 دولار، وادي ال10 جنيه مصري، واخيرا ال10 ريال سعودي. والجايزه هنسيبها هنا للي هيكسب. اهم 5000 دولار خليهم على جنب كده. كله جاهز؟ انا جاهز. الكابتن ده طبعا، الكابتن ده طبعا مش هيقدر ان هو يصرف الفلوس لوحده، فهو ملزم من امه. انا وهو واحد يعني. العمله بتاعته تبقى تتحط على العمله بتاعتي. ايه رايك؟ ماشي. عشان انت كده كده انت اللي بتاكليه، وانت اللي بتشربيه، وانت اللي بتجيبي له كل حاجه. انا اللي برضعه. ايه ايه؟ لا حلو التحدي، ما تقولش ايه. عايز الجايزه. هو هيسحب لنفسه، اول من الصغير للكبير. الصغير للكبير. حلو ده. يلا يا يلا من الصغير للكبير. بسم الله يا بسم الله. بصوا الازرق مش باين منها اي عمله خالص اهو. نعكشيهم يا وفاء. نعكشيهم كده زي كوتشينه. ايوه. يلا يلا بس عشان تسحب. بص هتاخد واحد بس، ماشي؟ يلا خد واحد. رجع الترابيزه. يلا خد واحد. يلا خد واحد. يلا اكمل. لا واحد بس. واحد بس. واحد واحد. هيمسك هيمسك. يا ترى يطلع لك عمله ايه؟ هي دي. ماشي ماشي. ها؟ نفتح. افتحيها كده. بسم الله. ايه ده؟ محظوظة. 10 جنيه استرليني. طب انت كده انا حشره. 10 جنيه استرليني القوسة. يلا يا وفاء. يلا. اشيليه على جنب بقى كده. يلا يا وفاء. اختاري. ماشي. ماشي. سمي الله كده وشوف. اوبا ال 10 يورو طلعت لوفاء. استر يا رب. انا خايف العملات الحلوة تخلص. انا اخر واحد. انا اخر واحد هاخد. وانا برضه في الاخر. بس اللي ليا نصيب فيها هاخد ان شاء الله. بالله اللي عليه الدور. شو كويس اهو. يلا يا بلاه. اختار الاخير عشان الكيل. الاخير. يلا تطلع ايه؟ اوبا ال 10 درهم اماراتي. 10 درهم اماراتي طلعت لبلال. يا نهار ابيض. محمد اللي عليه الدور. اختار. فاضل 4 عملات بس. يا رب. بسم الله. 10 دولار. طلع له ال 10 دولار. يا نهار ابيض. اللي في بالي اللي في بالي خايف منه. يلا ندى. دوري. فاضل 3 ازرف وثلاث عملات بس. يا رب يا رب. ابيض ما حدش الا انا وانت. يلا يا ترى. اختار دي. يلا ها. انت وحظك. دي ايه دي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ال 10 ريال. انت عارف ايه ال 10 ريال؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان هنا في ال 10 جنيه وال 10 دينار. يا نهار اسود. وفاء وفاء. الحمد لله ان انا اجيب. ركزي على انت مصريه، والمفروض ان انت تتدمي مع المصريين. طب ما انت مصري برضه. مصري. ركزي بقى وخدي ال 10 جنيه. خلي عندك دم. نصيبي. استنى اخلي يونس يختار لي. لا اختار انت عشان انت حظك مهبب. يلا بص اهو من وانا مغمض عشان ما تقولش ان انا بغش اهو. يستر يا رب يا رب تاخد ال 10 جنيه. انا حظي وحش عشان انا اخر واحد. لا 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 مش قادر. لا 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 لا
كريم قوي. الحمد لله. هتعيش ان شاء الله هتعيش ما تقلقش. الحمد لله. الحمد لله. اه يا ماما. فكرتك. فكرتك كنت اللي لبستها. لازم يعني من الصغير للكبير. ما ايه يعني ما اخليها بالكبير للصغير. نصيبك نصيبك. قول الحمد لله. انت بتقول لي عينك لما يطلع لهم حاجه عليا يقول الحمد لله. كان ممكن اسحب انا اول واحد وتطلع لي هي برضه. يلا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يلا بينا دلوقتي هنطلع على الصرافه كل واحد يصرف العمله بتاعته ويشوف هتطلع كام بالايه بالليره التركي علشان يشوف كل واحد هيعيش معاه بكام اليوم كله. انا بتهيألي مش محتاجه افكر. وانا مش محتاج اعيش. الحمد لله. يلا تعالوا بقى كده ايه اصرف لكم الفلوس. معاك انت ايه؟ 10 يورو. ال 10 يورو 10 في انت حسابك طلع كام؟ 202. ادي يا ستي ادي 202. معاكي ايه؟ 200 ليره. يلا اتكل على الله. اللي بعده. اللي بعده. انت معاك ايه؟ 10 دولار. 10 دولار. 187. ادي يا عم. كده فوق اكتر. انا بقى معايا 10 ريال. 10 ريال سعودي يطلعوا بكام؟ 10 ريال 50. حلوين الحمد لله. رضا دلوقتي 50. اللي بعده بلال. وانت يا بلال معاك كام؟ 10 درهم. 10 درهم كام؟ 10 درهم. ال 10 درهم ب 51. 51 امسك. يونس معاك كام؟ 10 جنيه استرليني. يا ابن اللعيبه مو صلاح. 10 جنيه استرليني يطلعوا بكام؟ هوبا 230 ليره. 230 ليره يا اوسه. ادي ال 230 يبقى ال 20. خد خد كبير. انت معاكي كام؟ انت هتخلصي فلوس. انت هتخلصي الفلوس اللي في الخزنه كلها. 10 دينار كويتي الله اكبر. الكينج كونج بتاع العملات. يطلع بكام؟ يطلع بكام؟ يطلع بكام؟ كان عندنا كتكوت قد كده بقى قد كده. 615. 10 دينار ب 615. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خدي. عايزين بقى نشوف ال 10 جنيه المصري بتاعتي هتطلع كام؟ هتطلع كام؟ محتاج فك. انت مالك اتصدمت دي كده؟ قلبي جالك شلل رعاش. ازاي؟ عايش ازاي انا؟ كام؟ 6.5. حلوين قوي. 6 ليره ونص. يعني اعمل ايه انا؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عيشني معاك. 6.5. انت مش هتعرف تجيب فول وطعميه. مفيش فك اصلا. اه ياما. صعبه صعبه يا عيني. ماشي هكمل التحدي برضو ان شاء الله. ان شاء الله اقدر اعيش بالستة ونص ليرة ان شاء الله. يعني ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله ولا احد يعطف عليا. دلوقتي المرحلة التانية بقى في التحدي ان احنا نخرج. مطلوب منكم كل واحد معاه فلوسه يشتري الحاجة اللي هيحتاجها طول اليوم عشان مفيش خروج تاني. ماشي. خلاص اشتري حاجتكم اكل شرب لبس حلو العاب اي حاجة كل واحد معاه فلوس يعيش بيها ونشوف هيجيب ايه. خلاص هعيش ملكة. شغليني عندي كنا والنبي شغليني عندي. اغسل لك اطباق امسح لك ارضيه اكوي لك الهدوم اي حاجه مش محتاجه. طبعا كل واحد دلوقتي عرف مصيره وعرف يومه وهيبقى شكله عامل ازاي. انا الحمد لله متفائل ومتفائل جدا جدا جدا. والله تراني ما اعرف شيء اسوي من كتر المال اللي معايا. قلبت كويتيه عشان خاطر ال 10 دينار. كده بقى الجايزه بناء على كده اللي انا كسبت صح؟ لا هو المفروض ان الجايزه على اللي يقدر يصرف فلوسه كلها. لازم شرط حتما كل واحد معاه فلوس يصرفها كلها وما يبقيش منها اي حاجه خالص. ومسموح بالتبرع. مسموح بايه؟ بالتبرع. مسموح بالتبرع وبالصدقات. مسموح ومسموح جدا كمان. مسموح قوي. المهم اللي هياخد الجايزه اللي هي ال 5000 دولار ده اللي هيقدر ان هو يصرف مصاريفه في المكان الصح ويصرفها بطريقه كويسه ويعيش بيها يوم حلو وفي نفس الوقت ما يبقيش منها اي حاجه. اذا كان كده ماشي جيت لي في ملعبي. بالظبط كده. انت معاكي مبلغ كبير فانت هتبقى متورطه في امه. هتفرتكي امه. متورطه مين؟ هنشوف هتصرفه ازاي. زي ما فهمتك الصدقات متاحه. خلاص يا اولاد الصدقات متاحه لاي حد. انا ومزاجي ان شاء الله. يلا كل واحد في ايده فلوسه ربنا يكرمنا باذن الله والاسعار تكون رخصت. عشان خاطر انا مش عشان خاطر حد. يا رب الاقيهم جايبين حاجات ماركات جوه.
عشان اعرف افضل. يا سبحانك يا رب. انا كل تحدي اعمله من النوع دوت فقير وغني وكده ابص الاقي نفسي يطلع لي بساره، يطلع لي فول وطعميه. الحمد لله الحمد لله، اللهم لا اعتراض. حد بقى ايه في الكومنتات يقول لي لو هو مكاني هنجيب ايه؟ يعني انا دلوقتي دخلت وعمال الف حوالين نفسي بحاول افكر. صراحه الدنيا صعبه، صعبه علشان المبلغ اللي معايا صغير، هي الاسعار هنا مش غاليه، انا ما اقدرش اقول ان الاسعار غاليه، بس المبلغ اللي معايا ما فيش ما يجيبش، لو المبلغ كان يزيد شويه يا والله انا محتاره ما عارفه اجيب ايه ولا ايه، برضه كتر الفلوس بيحير، بس انا هحاول اجيب الحاجات اللي تعمل لي اكله جامده، مش يهمني بقى زعتر زيت زيتون الحاجات دي، صرف لي على قد ما اقدر عشان ما اخسرش طبعا، انا عايز اكسب. يعني بالنسبه للحوم كده انا هنقي ايه اكتر حاجه غاليه؟ يعني ايه ده في زلمة كده يا حمدي، في زلمة كده هو اصلا ما بياكلش الزلموكة، انا اصلا ما باكلش الزلموكة اساسا. ايه ده مش هتكمل فلوسك اصلا، ممكن اجيب زلموكية واحده. يعني مش محصل حتى تجيب زلموكة. سيب سيب لا انسى الفراخ، انسى الفراخ. هيعيش على اللانش بس من غير عيش ومن غير حاجه. انتوا كلكم عملتوا تريقوا عليا، ممكن ربنا يعمل فيكم اللي انعمل فيا، تريقوش عليا. قادر اللي اداكوا يديني، وقادر اللي خد مني ياخد منكم، ما تخلينيش قلق عليكم. كل حاجه هتتحسب عليكي، خدي بالك. بيدور على حاجته برضه زيهم، بيتسوق ايه مع نفسه. يلا شوف بقيه حاجتك يلا. مفيش اكل هنا لما تروح، لما تروح الحاجه اللي جات لك، الحاجه اللي انت جبتها تاكلها لما تروح. يلا تاخد دي، خد واحده بس عشان الفلوس بتاعتك تكفي، ما تبقاش مبذر زي امك. يلا واحده بس وروح، روح حطها في العربيه. خد كده كده، كل واحد جاب حاجته وانا بضعت انا ومينس ايه، روقنا على نفسينا. كله جاب، ما فضلش يا عيني غير حمدي واقف حيران مش لاقي حاجه. والله انك صعبان عليا. طب طلعي من معاكي الفلوس اللي انت ربنا كرمك. لا انا في محل هنا اعرفه سعر الاضاءه، تعالى موديك في دل الاكراميه اللي انا اقدر اساعدك فيها، غير كده ما اعرفش. بس وده بس اه، هنا مش هتعرف تجيب حاجه، ما تبصش كتير عشان مش هتلاقي حاجه بالفلوس اللي معاك، تعالى وانا هوديك محل كده على قد. طبعا كلهم جابوا اللي نفسهم فيه، يعني طبعا وانا لسه هروح اشوف بقى ايه اي ملجا اعيش فيه. بص عملت اللي عليا اهو، جبته في المكان السري بتاعي اللي بينفع وقت الازمات، لقيت اهو، اختار براحتك وعلى اقل من مهلك. الكيس يعني رخيص عن الماركت بكتير، بس طبعا انا مش هستخدمه كله. لا وهو هحاول ادبر اموري، وهو لو قلت له عايز واحد ولا اتنين بس هيديك عادي مفيش مشكله، وممكن تجيب فول، عنده الفول اهو، فول المصري بتاعنا. انا هاخدك مش عشان خاطر سواد عيونك، بس عشان مفيش فلوس غير معايا غير انت. بص بقى انا هجيب بقى الرز البسمتي، لان انا ايه بحب اجيب الرز البسمتي من المحل ده. طب انا هاكل ايه مع الفول انا؟ طيب شويه ملح واحمد ربنا. الملح مش هحسبه لك، من الملح في البيت. لا احسبيه بالمره. لا لا مش هحسب لك الملح، ما هي ناقصه. يا عيني على الحيره. الملوخيه هي بس غاليه، غاليه غاليه عليا، يا غاليه عليا، هي مش غاليه، غاليه عليا انا. بصوا بقى كده جهزنا كل الحاجه اهو، جابوا كل حاجاتهم اللي محتاجينها للفطار والغدا، واللي عايز يتعشى واللي هيلعب واللي هيتسلى، ويعني ايه الدنيا ما شاء الله خربت. بصي جاب جيلي كولا، هديله منه بس اسكته على ما اعمله الفطار. خد يا ولد، خد يا طبعا انت غني، انت وامك اغنى اتنين. اغنى اتنين، مش عارف هتودوا الفلوس دي فين. دلوقتي مرحله الفطار، كل واحد بقى يجهز فطاره ونقعد نفطر، وهنبدا في الغدا على طول علشان خاطر ايه. طبعا الغدا وفاء هتساعد الكل في الايه الطبخ، صح؟ دي تكسبني نقطه لوحدها، دي تكسبك نقطه، مع عشان مفيش غيرك هيعرف يطبخ. وندى طبعا كده كده هتعمل اكلها لنفسها. بس استنى، الناس برضو اللي هتحكم مين اللي هيكسب، عشان عارفك انت ممكن تبقى عايز تاخد الجائزه عشان تعوض اللي طلع لك. لا 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 انتوا تحكموا، تشوفوا مين قدر ان هو يوفي اليوم بتاعه ويكفي اليوم بتاعه بالمبلغ اللي معاه، ايا كان بقى كتير او قليل. حاجه من حد، ما استناش معاهم حد. تتلقح عليا؟ بقول لك عشان ايه؟ المفروض كل واحد يمشي نفسه على قد حاله، على قد لحافك مد ايه؟ رجليه. ولا مد ايديك؟ ما هي المفروض تمشي مد ايديك. ماشي. هو التحدي وانت رضيت باللي يطلع لك، وكلنا رضينا. انا اللي جبت ده كله لنفسي. ماشي يلا، طبعا اناناس وفراخ ولحم ورومي والدنيا خربانه. يلا 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 الفطار. يلا نبدا فيه. طبعا انا الوحيد اللي هعمل اكل، لان انا جايب فول طبعا من غير زيت من غير اي حاجه، من غير ليمون، هو كده يا دوبك.
يعني الوحيد اللي واقف على البوتاجاز فينا كلنا اكلنا جاهز ويا دوبك هنشيل عصامي. انا بحمد ربنا الحمد لله. انا جهزت الفطار جميل قوي. جهزته. انا والشيف وانا فطار انا ويونس دلع في صينيه واحده اهو. بصوا انا جايبه ليونس البقسماط والجبنه دي وانا الشيبسي والحاجات الكتير الكتير دي ودي سلطه خضار. جامد جامد. وانا بقى بتاعي اجمد. اللي يفيد منكم الدهوني. اللي يفيد منكم الدهوني. انا بقول لك اهو. انا مش شايفين مني حاجه. احنا قلنا مسموح بالصدقات. ممكن اديك واحده شيبس واحده بس. يلا الحمد لله. يلا افطرك اهو وجايبه لك ده وممكن تاخد من الحاجات بتاعتي برضو يعني انا امدر رواق عليك ولو عايز حاجه من حاجتك اديها لك. يلا خد. شاطر. هاكل زبادي بقى وهدلع نفسي. اه نسيت السكينه ده اهم شيء السكينه اللي هعمل بيها كده زبده البندق. زبده ايه؟ بندق. طبعا انا معايا رغيفين زي ما قلت لكم انا جبت كيس عيش بس طبعا ما مش هينفع اخده كله فانا ايه هاخد رغيف للفطار ماشي واشيل رغيف للغدا علشان انا دلوقتي في مرحله تكشف عشان تعمل دايت. ايوه عشان اخس. ده كده فطاري معايا رغيف وطبق الفول الجميل اللذيذ. يا سلام يا سلام على ريحه الفول وطعم الفول. الله هو الرضا اهم شيء. المهم ان انت راضي. انا راضي راضي وحمدي في نفس الوقت. اقعد هنا بقى. انا ماليش عين اقعد على الكنبه هقعد على الارض طبعا. لا بس انا جايبه فوق. بص الزبده دي زبده البندق دي خطيره مع التوست بتاع التخسيس يجنن. الله طعم الفول جميل. حد يجي ياكل معايا؟ لا اعزمكم. انا مش هجيب اكل محمد. لو عايزه تيجي تاكل معايا البيت كبير والخير ربنا كتير. الحمد لله. انا متعجين. الحمد لله. بس صدق الفول من غير الزيت ومن غير التوابل والحاجات دي حلو برضو. يا راجل. كان نفسي احط طماطمايه بس الفلوس ما كفتش. بص انا بقى افطري بقى جامد. كلكم اتظبطتوا النهارده وعملاتكم ايه؟ في السما. عامل لي سندوتش لانشون. في السما عملات اللي طلعت لهم في السما. طب انت المفروض انت دلوقتي انت ويونس صح؟ طب ما ابقى انا ويونس ايه رايك؟ لا يا بابا. مش انا ابوه؟ انت اللي حكمت الاول. انا ابوه. انا اللي برضعه انت بترضعه ولا ايه؟ بص ساب المتقشره وكل اللي بيشرب. ده بياكل حياه. براحته. بفلوسه. بفلوس يا كناب. عشان تعرف ان انا جدع اهو وبتصدق عليك يعني يبقى احسن حاجه هتفيدك كوبايه شاي. جايه تتصدق عليا دلوقتي بعد ما اكلت وخلصتوا الاكل كله؟ مش دي اتملت؟ ملت؟ هي دي تعرف فول من جبنه من مش عارف ايه بتاكل؟ لا عارفه كل حاجه دي. ما تعرفش. المهم ان هي اتملت كوبايه شاي اهو. بعدين دي اللي هانت عليكي؟ معاكي فلوس كتير هي بس كوبايه الشاي اللي هانت عليكي؟ فلوس كتير منين ده؟ انا يا دوبك جبت البطايه وجبت للواد الغلبان ده اهو حته الانتر كوت وعلى ما جبت زيت الزيتون والزعتر. انت تعرف الحاجه بقت بكام؟ لازم يعني تخربيها خالص. الزعتر الاورجانيك اللي انا جايباه ده بكام؟ ولا الجبنه المدوره دي بكام؟ الدنيا بقت صعبه يا عم. انت مش حاسس بحاجه اصلا. مش حاسس بحاجه. ايوه انا مبذر. ده بس النسكافيه جامد. الحمد لله الحمد لله. انا كده مش هعمل غدا. ليه؟ ما هعمل ايه؟ معيش الا بطاطسايه هي اللي اتبقت الفلوس رحت جايب بطاطسايه. هسلقها بقى ولا اعمل ايه انا بقى؟ ايه بقى انا؟ اسلقها بشويه ميه. مش بفلوس. وفوضت شويه فول بالعافيه. هديك شويه قرصت وربطت معدتي عشان ابقى شويه فول. هديك شويه ملح للبيت. وحتتين جبنه النستو. اتغدى انا اتغدى كده صح؟ تصدقي عليا واكلني من البطايه بشخصيه؟ لا 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 لا. رضا يعني انت معاكي بطايه لو انا اخدت منك ورك هتحسي بحاجه؟ طبعا هحس. وانا اكل ايه؟ كل واحد يرضى بنصيبه. لو كنت انت اللي معاك البطايه كنت هتديني ورك؟ انا ايه اللي خلاني اعمل التعدي المنيل ده؟ نصيبك. تديني بقى مرحله الغداء وندى اول واحده هتبدا. بتعملي ايه بقى يا اروبا؟ انا عامل كده حاجه حلوه كده على قدي. هجيب هنا بطاطس قطعتها ودبابيس فراخ وصلصه والبهارات بقى وبابريكا ونص مكعب مرقه وفلفل اسود وكمون وكزبره وملح ورشه جوز الطيب. ده انت هتجوعيني النهارده يا ندى. والبصل والفلفل. لا كده كتير. ايه ده هو انت هتقعد تبص لكل اكل واحد فينا؟ امال هروح فين؟ تاخدوا الاكل واقعدوا بره في الجنينه. ما اروح فين انا يعني؟ لو في صور يعني بنفسه يعني هيشوف كل التفاصيل. من كل الله. طب هتدي البابا ايه؟ عامله حساب بابا في الاكل ده؟ لا. خلاص بانت النية من غير بقى تقعدي مبررات وتقعدي اكلتي ومش اكلتي واكل عيشي وياني خلاص. قولي بسم الله ما شاء الله. امكم مش هاهون عليها، انا مش هاهون على وفاء. هتعملي اكل ايه انت؟ للاسف البطايه ما فيهاش الرجول كنت اديتها لك، للاسف جايه من غير رجولها. لا والله. للاسف. ده جزار ايه ده اللي رمى بالرجول؟ ولا الكبد والقوانص كنت اديتك كمان. حظك نصيبك كل
ظروف بدك. الطريقة دي سهلة خالص بقى، احطها كده، احط البطاطس واحط البصل والفلفل، بس النتيجة هتبقى جبارة. يعني ما تعمليش ليها ريحة، يعني اعمليها من غير ما يكون لها ريحة، ماشي؟ عشان في ناس معهاش. يا نادى يا نادى شد مناخيرك. هغطيها بالسلفان وادخلها الفرن، بعد كده هعمل الرز. ايه السرعه دي؟ بس كده؟ اه هي اكلتك سهله قوي كده؟ اه دلوقتي انت خلصت بقى، سيبونا اعمل بقى. انت كمان هتعمل اكل نفسك؟ سيب امك تعمل لك بدل ما تبوظ اكل. لا انا هتعرف. طب انت هتعمل اكل ايه يا ناصح؟ هعمل البتاع اللي انت بتعملها دي، مش عارف اسمها الشاورما. اول حاجه عنده بتاعت البتاع. اه بتاعت البتاع. خد يا اختي الرز بتاعك اهو. امك هتساعدك، امك هتساعدك، ماشي؟ هو عارفها وبيعملها. ماشي انا عارفها. تعالى اعمل. هودي لك الحاجه. تعالى. اهي بهارات، اهي بهارات مشكله. بصل وشط. بصل وشط. هتشوحها؟ هحط بس الماده الدهنيه. ايوه زيت زيتون. اه يا اما. العيال دي عشان ما يتهزوش. بسم الله ما شاء الله. يا طبعا بلال احن واحد في عيالي يا جماعه. هتاكل بابا معاك صح ولا لا؟ ما تفكرش. ما فكرش. حسبي الله ونعم الوكيل. انا عارف مين الحنين، انا عارف مين الحنين اللي مش هون عليه، حتى لو هو بيهزر دلوقتي بيتكلم مش هون عليه، انا عارف مين هو. النبي لو قلت ايه. انا عارف مين الحنين اللي هياكلني معاه. شوح يا ابن الحاجه يا ابن. عارف لو بنيتك ما تاكلنيش معاك الاكل هيتحرق منك. تاكلتش بس برضو. يا رب الاكل يتحرق منك. يا رب الانبوبه البوتاجاز تفضل. يا لهوي الحمد لله انه مش انبوبه، غاز طبيعي. اه ده غاز طبيعي صحيح. شفت القرف يعمل ايه؟ الحل ايه ندى؟ الشعريه البيت اتقلب بقى علشان خاطر كذا اكله هتتعمل في وقت واحد. اكلتي سهله جدا، هخليها اخر حاجه. سهله جدا جدا، اسهل اكله. وبصوا اكله بقى ايه، صحيه ورخيصه موفره. وانت بتاكل تخيل حاجه لنفسك فيها. بالظبط. اكله جميله جميله، احلى اكله بالاكل بتاعي. مش هاكل حد معايا. لو حد بص لي في الاكل. لو حد بص لي في الاكل. ايوه الا اذا بقى ايه، ممكن نعمل غدا انا وانت. لو انت نفسك في الاكل بتاعي نعمل غدا انا وانت، نحط الاكل مع بعض وناكل سوا. ايه رايك؟ ما بحبش اعمل غدا. ليه؟ طول عمري في المدرسه كانوا بيعملوا. والله ما هدوقك اكل. يلا بقى. انا ماما عملت لي اكل. اه ده انا منوقه عليك الاكل اللي طلبتيه. حتى وفاء كمان. انت هتاكل جمبري وانت لا، جمبري الطاجن اللي انت بتحبه. قالت لي يا ماما بما ان بابا بيحبه فاعملهولي. ايه ده يعني هتاكليني معاكي؟ لا برضه؟ يا لهوي. قالت لي عايزه السمكيه دي كده بشويه. طب انت بابا بيحبه جبتيه ليه يعني؟ عشان تغذيني؟ ما تعرفش كده. اه لو احلى حاجه ان الاكل بتاعك سهل خالص يا وفاء، هو طاجن الجمبري والسمكيه وشويه الرز. اشوح واحط عليه البهارات دي، كزبره وكمون وبابريكا وملح، وهنا السمكيه مجهزاها بعد ما تاخد الصدمه وتشويها. وروح ايه؟ بس المفروض هي تعمل اكلها بنفسها، ليه تساعديها؟ ما دام مش هتاكلني معاها تساعديها ليه؟ لا هي كنا المفروض تعملي اكلك لوحدك عشان تبوظيه، ما دام مش هتاكليني معاكي. لا في ايه يعني؟ مسموح بالتحدي، مسموح. المهم ان هي تصرف فلوسها، مش مهم اللي يعملها، لو جابت اكل جاهز عادي برضه صح؟ طب ايه رايك يا وفاء تاكلي معايا واكل معاكي؟ ايه رايك؟ نحط اكلنا مع بعض وناكل مع بعض غديوه؟ اكيد لا. يعني برضه؟ ما عدتش نصفك يا عيني. انا عارف مين اللي مجاوبني عليه وياكلني معاه. رحله رحله. طب اعملي الاكل من غير ريحه طيب. طب ازاي؟ ياوي. ومحمد هيعمل اكل ايه؟ انا مستني دوري مفرغ الصبر عشان اكل، عشان اكلتي جامده. يلا علشان ما يسبقوكش احسن. هما ايه؟ انا مش راضي اقول لك عشان ما تقرش علينا ان الحله تنفجر فينا. هي الحله دي شغاله؟ الحله دي فيها بط وراك رومي. وراك رومي. انت اللي جايب الرومي؟ انت اللي جايب الرومي؟ يعني انت هتاكلني معاك معقول؟ انت اللي طلعت طيب في الاخر؟ الله عليك يا حبيبي. حبيب ابوك. انا جايب اثنين. جايب اثنين؟ انا وانت. والله انت جدع يا محمد. انا جايب اثنين عشان واحده في اليمين وواحده في الشمال. ايه ده؟ يعني مش عامل حسابي؟ ما هو طبعا على قد يعني عشان اكل كده. يا لهوي بالي حتى انت. بس يا حمد ده الورك صغنون قد كده اهو. والله ما اكل حد معايا برضه. يلا لا. ده هو عيطوا يا عيال. يلا يا عيال. تتريقوا عليا عشان انا فقير وانتوا معاكم فلوس كتير. وانا فقير. بص الطاجن خلص ازاي، دبك بقى ادخله الفرن واحط على وشه الجبنه، مفيش اسهل من كده. يلا بالله والشفا للي هياكل. يلا اللهم لا اعتراض. بما ان بقى ماما بتعمل لي الرومي معاها، فانا هعمل لها رز معايا، هشوح معاها البصل والجزر والفلفل.
كله طبخ النهارده، كله طبخ النهارده وكله عمل اكل. يلا الحمد لله. بس انت عارفه مش هقوم برده على اللي في بالي. لا والله والله ما هون عليه. طيب. ولو هونت عليه يهون عليا. اه يا امبا ما هو انت بطنك هتوجعك لو ما اكلتنيش معاكي. بطنك هتوجعك برشام مغص عادي. معاكي فلوس برشام مغص؟ معايا، هروح للدكتور كمان. اوبا حاله الضغط اشتغلت. شامم الريحه؟ شامم يا اختي. شامم الاورجانيك اللي محطوط؟ شامم يا اختي شامم. تعالى بقى شاممك اكتر. اعمل ايه؟ بس الكلام ده مش لاقي حد. شفت الحركات؟ شفت الحركات؟ هعمل بقى اكل يونس. اه يونس حبيبي. احني واحد. شفت العين مش عامل ايه؟ احني واحد في عيالي. حنين بص. إزي. انت الكوت بس من الغالي. هي دي اللي تبقى في القط والفرق؟ بس عامله ازاي؟ هي شبهها شبه بتاعت القط والفرق. لازم التشدفع عضمايه. هي بتاعت القط والفرق. بص الحركه دي. اكل زواير. رشه كزبره. يا ماما رشت كمون. دي بتاعت يونس متاكده؟ يونس يعني مش جايبها ليكي؟ لا هو اللي طالبها. عايز لحمه انت تشوف يونس الصغنون ده. عايز ستيك. بص بقى بعد ما اشقلبها هعمل فيها ايه؟ تاخد الصدمه بس الاول كده. بسم الله. نديله بقى كده رشه جبس رمان او فلفل. كان الكلام ده كبير. لا بس يونس كده لازم محتاج حد يساعده. لا هو صدقيني محتاج حد يساعده. لا هو بيعرف ياكل. لو انا موجوده انا روحت فين انا؟ وانت الاكل بتاعك فين؟ جوه الحله دي؟ يا رب الحله تبوظ. يا ساتر يا رب. بصوا بقى انا اللي عليا الدور واكلتي اسهل اكله بس برضه هقول لكم عليها عشان لو حد حب يعمل زيي. اهم حاجه المقادير معانا تبقى مظبوطه. هنجيب كسروله كده صغنونه، اصغر كسروله في البيت. هنحط فيها شويه ميه حلوين وبطاطسايه تكون مغسوله كويس. هنحط كده البطاطسايه وهنروح حاطينها على النار ونسيبها لغايه لما تتسلق ونعمل احلى طبق بطاطس مهروسه شافته البشريه كلها كلها. في حاجه ولا زبده ولا اي حاجه يعني يا بنت؟ عشان الدهون دي مضره، بتسد الشرايين دلوقتي. بتسد الشرايين وبتعمل مشاكل صحيه كتير. فربنا كرمنا من واسع، الف حمد وشكر ليك يا رب. هناكل النهارده اكل صحي جدا علشان برضو الوزن ينزل كده ونبقى جسمنا رشيق وجميل. نعمل البطاطس مهروسه ومعانا شويه فول باقي من الصبح ومعاه بقى ايه مثلثات. بتعمل ايه حبشتكنات جنب الاكل مع رغيف العيش اللي مبقيينه، وان شاء الله كده يبقى الغدا بتاعي احلى اكل في اللي اتعمل كله. يلا ومش هاكل حد معايا خالص. مش هاكل حد معايا خالص. وبعرفك اهو حتى بلاي مش هدوقكوا فتفوته. هو انا اللي بقولك اصلا؟ ايوه مش هدوقكوا برضه، حتى لو طلبت برضه مش هدوقكوا برضه منها. مش مستني منك حاجه بس انت كفي نفسك بس. عايز منك حاجه بس. سيبيني بقى جوناتش، انا عندي هبوط وابعدوا عني. عنده هبوط في الكبوت. هبوط في الزعبوط. الفول وعمايله بينام ازاي وهو قاعد يعني؟ هو الفول اللي عامل فيها كده؟ هو الفول مش قله الاكل يعني. يلا الحمد لله. وادي بقى كده الغدا. بص بص الحلاوه شكلها ايه يا جماعه؟ اكل ندى ريحه جامده. وادي بلال. وادي محمد. وادي حمدي الشط. بص 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 الشياكه والحلاوه، اشيك طبق على الترابيزه بتاعي. واتحداكم ادي بصوا طبقي الجميل. طبعا انا استخدمت دول يعني زرع. لا ده زرع من خيرات الارض يعني ما فيهوش حاجه. ماشي. وطبق الفول ده انا قلت لكم عليه ده من باقي من الصبح. طبعا الفطار. يعني بقيت الفطار الحمد لله فضل ونعمة. طبعا انا ما قدرتش ان انا اخد اكتر من قطعتين بس، لان انا مش معايا غير 6.5 وهم يا دوبك بالظبط بالسنتوفه والحنتوفه انا كده ايه استخدمت. خليكم عارفين ان انا ان شاء الله ربنا هيكرمني وهاخد الجايزه، لان انا كده اكتر حد ما عانيتش. يا كلام ده لو ما مديتش ايدك على الاكل ده مش همد ايدي. انا هصور كل لحظه انت بتاكل فيها. لو مديت ايدك تبقى خسران. بس لو حد اداني هتبقى خسران برضه. لا لو حد تبرع لي عادي. انت حد بقى في كده؟ لو حد تبرع لي صدقه. خلاص الناس اللي تحكم. الناس اللي تحكم الصدقه من الدخل يعني. انت بتكسري مثلا قرشين تتبرعي بقرش وتسيبي قرش معروفه. الكلام ده مش بالتحدي. ازاي؟ مالناش فيه. لا انا قايل على الصدقه من الاول. انت مالك انت؟ انت مش انتوا هتدوني؟ لا محدش رد حد.
محدش رد عليك والله. ولا نقطة حتى. ولا نقطة؟ أكل مين؟ مش ده أكل يونس؟ ده أكل يونس. يعني يونس هياكل اللحمة دي؟ يونس نايم، أنا اللي هعمله هنا. يعني هو دلوقتي هيعرف ياكلها أصلا؟ مش هيعرف ياكلها. لا طلع له أسنانه ضيع. شوف. ولو ما كلهاش هناكلها وتنزل. انا بقى ايه بعد المعاناه اللي انا عانيتها النهارده، انا متاكد ان انا هكسب ال 5000 دولار الجايزه وربنا هيعوضني، وهم كل اللي بيتفرج على الفيديو ده هيأيدني. لسه اليوم ما خلصش، مش ماشي. انا بقى معانا كتير وقت عشان الفلوس خلصت، مفكر ان خلاص هفضل مستحمل. انا هفضل مستحمل كل يا ولاد لغايه لما اكسب الجايزه وربنا هيعوضني خير. بسم الله. محدش يرد في الاكل بتاعي جامد صحي. حاسس ان انا كده ايه، في اكسجين بيجري جوه جسمي من الاكل الصحي اللي انا باكله. شايف شايف الجمدان؟ طب انت شايف؟ مش هبص عليك يا ابني، مش هبص عليكم وانتوا بتغزوني. وال ماشي انا هوريكم، بس انا هكسب الجايزه ان شاء الله، هكسب الجايزه. يا بلال بص يا بابا بص، جبنه النص طعمه. ها بطاطس جميله ومسلوقه. ايه خرابي على الصينيه الجامده بتاعتي دي. بص الطماطم دي من اغلى انواع الطماطم في الماركت، ما استرخصتش. انا معايا فلوس كتير. باقي معاكي كام؟ لا لسه في حاجات كتير. انا هحسب، لو بقى معاكي فلوس هتخسري. الله بط لذيذ، بص النسايه عامله ازاي، مستوي. ده بط ولا وز؟ بط. ما بحبوش، مش حلو. مش بلدي. بلدي. لا مش بلدي، لا تركي. تركي. اكل يونس عشان بس لما يصحى انا وهو واحد. دي اللحمه بتاعت القط والفار. جميله والله، طعمها حلو قوي. يا سلام سلام على الجمال. بس الصوص ده حار نار، حط على الرز بقى كده. من مالي، من فلوسي. ايه ده كده انت خسرانه؟ لا كده خسرانه صدقه. والله كده خسرانه صدقه. لا 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 لا، وربنا انت قلتي لا الصدقه لسه من دقيقه، وربنا هو الصدقه عليا حرام ولا ايه؟ ده انا حقي واحد بالصدقه دي مزاجي. وربنا لا، مين عايز صوت؟ لا خسروها وربنا انا اللي اكسب التحدي ده، انا اللي اكسب. قصدي على البطاطس ولا على الرز؟ ده كلهم عم ضدي. ايه ده في ايه؟ عايز تطلق دي. بلاش بلاش. هو انتوا شايفين ان انا استاهل اللي انا فيه ده يعني؟ فانتوا كده يعني فرحانين فيا؟ يعني يمكن يكسبوك الفلوس ال 5000 مش شويه برضه، 5000 دولار. ماشي انا هصبر خلاص. كله بالهنا والشفاء. والله ما انا قاعد معاكم على الاكل، والله ما انا قاعد معاكم على الاكل. خساره فيكم ان انا اقعد معاكم عشان البركه بتاعتي ما تحلش عليكم. يلا ركز ورو. اقعد لوحدي هنا ولا حد يقول لي تاني ولا ماني. الله يا سيدي. الله على البطاطس يا سيدي. لو حد دي هنا هو حر. لا بس البط التركي طلع جامد. اللي ينفعك بقى. بصوا بقى البركه محطوطه في فلوس، ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر كده. بصوا جايبه ايه، حاجات ليونس طبعا هو نايم، بس انا مسموح لي ان انا اكل من حاجته. جايبه الرنسيه الحلوه دي والشوكولاته. يا خراب يا خراب. انا جايب رمان وانبوبه كده عامله زي بتاعت المعجون وفيها شوكولاته. ووفاء برضه مظبطه ومروعه نفسها. الفلوس اللي اتبقت لي جبتي بيها البانه اللي هي اللي بحبها دي. ايه ده، هو ابوكوا يعني ما معوش حاجه؟ انت مالك ومال؟ انا مبسوط كده بنام خفيف الحمد لله. مش هتتسلى معانا؟ لا لا مش عارف. تعالى اتسلى معانا، نزكى عليك. تزكى عليا في الحلويات والاكل؟ لا عشان انت مالكش في الحلويات. لا مالكش فيه، مش عايز حاجه منك. بص الشوكولاته الغامقه دي بتضايق، محتار اكل ايه ولا اكل ايه صراحه، الحاجه كلها حلوه. انا معايا الشوكولاته دي بس عامله اكنها جنيه. اكنها جنيه، جنيه مصري ولا جنيه استرليني؟ حدد. اي حاجه. جنيه كبير. بس الستيكر دي بتاعت اللبانه رايقه على الطقم صح، لونها ازرق اهي. طيب دلوقتي عشان خاطر التحدي يكون كامل، انت باقي معاكي فلوس قد ايه؟ ما بقيش معايا حاجه، الشوكولاتات والحاجات دي كلها. عايز يبقى معايا فلوس. صرفت 600 وشويه كلهم. هو البط بشويه. الله. بط وجايبه لحمه ستيك غاليه من اغلى انواع قطع اللحمه دي، والزعتر عندك اورجانيك، وعندك زيت الزيتون من اغلى انواع الحاجات. يعني ما فاتش منك فلوس؟ متاكده؟ ما فاتش مني حاجه. لو فات منك فلوس هتبقى خسرانه. ما فاتش مني حاجه، والناس هي بتشهد عليا وشافوا كل حاجه بعينيهم. ماشي. طعمه جميل. باقي معاكي فلوس كام؟ ما عنديش فلوس. خلصتي كله برضو انت كمان؟ انت جايبه كيوي؟ طب انت معاك كام؟ ما عنديش ولا قرش حتى. صرفت كله؟ كله. وانا برضه صرفت كله. يعني انتوا كلكم كده صرفتوا كله، وانا طبعا انت عايزك حاجه، انت كنت ناوي تاكل. انتوا حالا
دلوقتي، اول حاجه تضغطوا لايك للفيديو ده، ثاني حاجه تكتبوا مين اللي كسب، مين اللي يستحق الجائزه ال 5000 دولار، تقولوا مين اللي ياخدها اهي، هتفضل موجوده في الحته دي لغايه لما انتوا تكتبوا التعليقات وتشوفوا مين اللي يكسب. انا صرفت فلوس كتير والله وكلفت نفسي، يعني ما التكلفه دي ما كفتش، كلفت نفسي جامد. خلاص انتوا ضميركم وتشوفوا مين يستحق انه ياخد الفلوس ديت، وانا ايه هنفذ قدامكم حالا كده وهحط لكم فيديو. ويونس من ضمن يعني لو قلت يونس يكسب عادي هياخد الفلوس، يونس زيه زينا ماشي، اللي هم يقولوه ماليش دعوه. واستنوا الفيديو الجاي عشان هيبقى دمار وضرب نار، ونشوفكم ان شاء الله على خير في تحديات اقوى. ومع السلامه. مع السلامه. تحفه تحفه. الحته هو ممكن التحدي خلص صح؟ لا لو مديتك على حاجه هتبقى خسران. التحدي خلص مش قلنا مع السلامه؟ مليون ما خلص، وهي الحاجه دي محسوبه عليا. عيش على قدك، يلا روح. ماشي. شوف شوف شوف، خسران. ايه ده؟ انا شبكه، ده انا اصلا اخد فلوس اشيلها.